برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، احتفلت مؤسسة التأهيل الإرشادي لذوي الاحتياجات الخاصة وسط أبنائها المعاقين بمناسبة العيد الوطني وذكرى عيد التحرير 25. وأكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي أن الهيئة تعمل جاهدة على استثمار وتنمية المهارات والقدرات لذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الوسائل والإمكانيات، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لدمج تلك الفئة إلى المجتمع. وبالرغم من التطور المتتالع الذي يشهده العالم، إلا أن ذلك لن يشغلنا عن استثمار كافة الوسائل والإمكانيات لتنمية وتطوير قدرات أبنائنا الطلبة. لذا لابد من العمل الدائم والتواصل الهادف لتعم الفائدة على هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.